نبض الرياض فل، البوليفارد فل، وينترلاند فل، السفاري فل، الحفلات سولد اوت، المربع والمطاعم فل، واجهة الرياض. مو شرط كثرة العدد يعني الحق. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه، الله عز وجل يقول وما آمن معه إلا قليل، يعني القلة القليلة هذولا على حق، والكثيرين هؤلاء على باطل. والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تجيب لي الأعداد تقول والله هذه فل وهذه أعدادها كثيرة وهذا العدد كذا يعني إن على حق وإن كويسين. لا، الأحكام الشرعية يا جماعة ما تعرف بالعدد، تعرف بالدليل، قال الله وقال الرسول. أبي أعرف من اللي زعلان من الترفيه. مين زعلان؟ أنا زعلان يا ولد أنت؟ زعلان؟ كيف مين زعلان يا تركي؟ أنت خليت أحد يزعل ولا يتنفس؟ ترى الناس يحبون البسطة والترفيه ويونسون أهلهم ويشرحون صدورهم، الناس يحبون الترفيه ما يزعلون من الترفيه، بس في منكرات موجودة طبيعة الشعب استغربوا من هذه المنكرات، دينهم وأخلاقهم ما تسمح لهم بهذا الشيء. شفنا ناس قالوا إحنا زعلانين من منكرات موجودة في هيئة الترفيه وتسلطت عليهم وكأنهم أنكروا على الحكومة وكأنهم زعزعوا الأمن وتكلموا على الداخلية وتكلموا على الجيش والخارجية حتى صاروا مثل المجرمين، كل هذا عشانهم أنكروا على رقص ولا على أغنية ولا منكر موجود في هيئة الترفيه. المشكلة ما جعلت للناس قدر، لا عامي ولا عالم دين، حتى شيوخ القبائل ما سلموا. هذا الشيخ فيصل بن حميد شيخ عتيبة من أكبر القبائل في الخليج، قبيلة عتيبة لها قدر ولها صيت ولها ماضي ولها حاضر، يا أخي لها تقدير بين القبائل وبين الناس، والرجال منهم بألف رجل ينسحب شيخهم بهالطريقة عشان بس قال في تغريدات أن في منكرات موجودة في هيئة الترفيه. رجال له قدر وقيمة وشيخ قبيلة ينسحب عشان ننتقد بس واحدة ترقص ولا واحد يرقص يسوون حركات بايخة ما لها داعي في هيئة الترفيه. أحمد هذه الصورة جد ولا فوتوشوب؟ لا يا رجال ترى هذا مستشار، هذا في الديوان الملكي، شوف غيرها شوف غيرها يا رجال، أنا ماني مصدق. لا 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 بعد ذي من جد ما أنت بصاحي. يا مرحبا، قاعد يتغازلون ولا تشتغلون؟ جاي أنت مستوعب أنت أنك مستشار؟ يا ولد تراك مستشار في الديوان الملكي، إيش العربجة هذه؟ انسى انسى ماضي العربجة اللي راح، كنا ننكر على الشباب الصايعين وحركاتهم في الترفيه، صرنا ننكر على حركاتك أنت. يا رجال أقول قفل قفل التصوير، أنا بالنسبة لي ما عاد بعلم. أخيراً الشعب ما يتكلم عن المنكرات ويستنكرها إلا من الفطرة السليمة والتربية اللي تربى عليها والغيرة، والناس لما ينتقدونك ما ينتقدونك لذاتك أنت، ولكن ينتقدونك لأنك أنت سبب في وجود المنكرات. وبالنسبة لي أنا ما عمري شفتك في الإعلام وحسيت أنك عاقل،